سي العربي الحسني مندوب وزاره الشباب والرياضه مراكش، مرحبا بك معنا هنا في مراكش الرياضيه في هذه النهائيات ديال ابطال الحي. شنو ممكن تقول لنا سي المندوب على هذه النهائيات وكي كانت الاجواء الى اخره؟ اولا بعدا تنشكر مراكش الرياضيه المصاحبه ديالها والمواكبه ديالها اليوميه بلحظه بلحظه لهذا البرنامج اللي اليوم تيتوج هذا في هذا اليوم هذا المبارك بهذا العرس الكبير اللي لاحظتوه واللي شدناه جميع في نهائي ابطال الحي. هذا برنامج تيدخل تندرج ضمن البرنامج الوطني ابطال الحي، واللي اصبح دابا حصلنا على حاليا دابا على نجوم الحي، لان خرجنا هذا المقابلات عطاتنا نجوم ديال هذه الاحياء. اذا اليوم حنا مع النسخه الاولى نهايه الادوار الاقليميه ديال النسخه الاولى من ابطال الحي اللي تيشهد 20 فريق، 20 فريق 18 ديال الذكور فئتين 99 في كل فئه وفريقين من الاناث، هذو اللي بقاو واللي فرزوا لنا اليوم هذا النهار هذا فرزوا لنا ثلاث فرق، فرقه من كل فئه 13 اقل من 12 واقل من 15 وفرقه في الفتيات. اذا هو برنامج اللي انطلق هذه مده شهرين وانطلق في الاحياء في القرى في المداشر، انطلق في الدواوير، انطلق في كل المناطق اللي تتابع العماله ديال مراكش، واللي الحمد لله كانت مشاركه مكثفه بازيد من 150 فريق. وهو بطبيعه الحال نعتبروه برنامج للقرب بامتياز وبرنامج لتوسيع قاعده الممارسه الرياضيه بامتياز، والحمد لله عطى النتائج ديالو، وحنا شزلنا نسبه مهمه جدا في مراكش مقارنه مع الـ مع الـ مع الـ التسجيل الوطني اللي سجلنا ازيد من 50,000 ديال المشاركين في هذا البرنامج هذا. اذا حنا الحمد لله النسبه مهمه ديال المشاركه اللي تتعدى 1500، والحمد لله تنهيئوا دابا بهذه الفرق الثلاثه غتنهيئوا للمشاركه في الاقصائيات الجهويه، ثم اذا كان الحظ حال في هذه الوليدات للمشاركه في النهايه اللي غتكون ان شاء الله بمدينه الرباط. بهذه المناسبه يسعدني ويشرفني وانني نوه بكل الاخوان من الجانب ديال الاعلام كلهم بدون استثناء باش ما نذكرش شي واحد باش ما ننسى حتى شي واحد، ولكن ايضا برؤساء الفرق بالناس ديال المجتمع المدني بالرؤساء ديال الفرق الاحياء كلهم تعبوا تعبئه شامله كبيره وبهذا بدون شرط وبدون قيد، والى جانب اطر وزاره الشباب والرياضه اللي هما في نيابه مراكش اللي هما ابانوا على كفاءه كبيره جدا وبانوا تبارك الله على تعبئه كبيره جدا، خصوصا ان برنامج هذا يندرج في برنامج اللي حظى بالرعايه الملكيه المولويه الساميه، والحمد لله انتم لاحظتوا هذه الاجواء هذا الاجواء ديال الفرحه، وحسينا ولمسنا بان الوليدات فرحوا بهذا البرنامج. ما كانش فيه غير لقاء الرياضه، كان فيه لقاء التلاقح، لقاء الحب، لقاء المعارف، ولقاء المعرفه، ولقاء لقاء الصحبه، ولقاء الحومه، ولقاء الدرب، ولقاء اذا شكرا لكم مره اخرى، وشكرا لهذه الوليدات، شكرا لكل المنظمين من السلطات من المتدخلين، الوقايه المدنيه، السلطه المحليه، الامن، كل المتدخلين اللي ساهمونا، السيد الوالي والسيده العمده، كل المتدخلين اللي عاونونا في هذا البرنامج هذا، شكرا مره اخرى. اذا بالنسبه للبطوله الاقليميه الخاصه ببرنامج الوطني ابطال الحي، كانت مشاركه 20 فريق، فريقين يمثلوا فئه الاناث، وتسعه فرق يمثلون الفئه الصغيره اللي هي 2002 2004 الفئه، وتسعه فرق يمثلون الفئه الكبيره اللي هي مواليد 99 2001. بالنسبه للحصيله التقنيه، فبالنسبه للفئه الاولى اللي هي فئه 99 2001 الفريق اللي فاز هو فريق اللي تيمثل حي عين الطي، الرتبة الأولى، والرتبة الثانية حصل عليها فريق جيليز. بالنسبة للفئة الصغيرة وهي فئة 2002 و2004 الفريق الفائز هو فريق تيمت الحي بالبكار، والرتبة الثانية حاز عليها فريق ممثل حي جيليز. في الأخير بقت لنا الفئة ديال الإناث، كانت تمثيلية ديال فريقين وهي فريق يمثل جماعة سعادة وفريق يمثل حي جيليز، كانت الغلبة لفريق جيليز بحصة هدفين إلى لصفر. حاج جندوب، كيف تشوف هذه النهائيات وهذه الاجواء الحماسيه بالوليدات ديال ابطال الحي؟ وفي الحق النهائيات كان ناجحين واحد النجاح زعما مزيان، واللي ساعدنا على هذا النجاح هذا هو الاطار فاش حنايا دابا والملعب والتنظيم المحكم
بمساعدة جميع الأطراف، لا من قوات مساعدة ولا من إخوان ديال الوقاية المدنية ولا العصبة ديال الجنوب بالحكام ديالها ولا الأطر ديالنا ديال وزارة الشباب والرياضة، وكذا الأطر الصاهرة على 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 الفرق المشاركة. وهذه الإقصائيات الإقليمية ديال أبطال الحي في الحقيقة هي فكرة حسنة وفكرة في محلها، لأنه في الحقيقة بنوا لنا مواهب في الأحياء اللي كانت مغمورة، مواهب اللي خصها غير مد يد المساعدة، وخصها الفرق اللي منظمة والفرق المهيكلة اللي تحاول تجي وتحضر معنا بحال التظاهرات، لأنه مع الأسف اليوم ما حضر معنا حتى شي فريق من 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 فرق كرة القدم ديال المدينة اللي يمكن ينقبوا على الاقل على لاعب او لاعبان او اكثر، لانه هناك مواهب في الحق اللي عندها مستقبل ظاهر في اللعبه. وفي الاخير تنشكركم وتنشكركم الاخوان ديال مراكش الرياضيه على هذه المجهودات الجباره اللي كتقوموا بها، ماشي غير في هذا النشاط، هذا في النشاطات، جميع النشاطات الرياضيه اللي كتحتضنها مدينه مراكش. وشكرا. المهم كنت تشوفوا هذا التتويج ديالكم كيفاش؟ التتويج كان مزيان، احنا كنا نستحقوا لاننا لعبنا مزيان وربحنا كاع الماتشات وماركينا بيوتا وتماركينا بيوتا. كنشكر الزملاء ديالي والمؤطر ديالي والزميل ديالي هيثم زركم اللي مارك لنا الهداف ديال البطوله، والحارس تماركوا عليه جوج البيوتا. وكنشكر مولاة التظاهره. شكرا. زركم الهداف اش ممكن تقول لي؟ كانت البطولة مزيانة ودرنا مجهود باش نتواجدي وكنا نستحقها. وتنشكر الزملاء جولي وتنشكر الزملاء ديالي خوت جهيد. والحارس؟ التظاهرة كانت جميلة، تمكنا من جبنا الفينال وجبنا ان شاء الله الجاوي، ان شاء الله نكونوا في الرباط ان شاء الله هذا العام هذا، وحنا فرحانين بزاف وهذا الشيء بنا يتكرر مرة أخرى ان شاء الله. شكرا.